أتواصل مع الزميلة ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله. ولاء، يعني التصعيد في الضفة الغربية تزامن تقريبا مع بدء الاحتلال حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر، وبوتيرة أيضا لا تقل حدة في الضفة الغربية. ماذا عن جديد هذه الاقتحامات وهذه المداهمات وهذا التصعيد؟ تفضلي. نعم، صحيح. إذا قوات الاحتلال الآن تقتحم قرية أودلا جنوب نابلس وتطلق النار باتجاه المواطنين وأيضا قنابل الغاز المسيلي الدموع باتجاه أبناء هذه القرية، واندراع مواجهات ما بين قوات الاحتلال وشبان الفلسطينيين في قرية أودلا. نتحدث أيضا عن مزيد من الاقتحامات، حيث اقتحمت أيضا قوات الاحتلال عربونة وأيضا جلبون. هذه القرية جلبون هي لليوم 11 على التوالي يتم حصارها من قبل قوات الاحتلال واتخاذ منزل رافع أبو الرب كسكنة عسكرية لقوات الاحتلال، ويمنع على الفلسطينيين الدخول أو الخروج من هذا المنزل. أيضا كان هناك مشاة في هذه المنطقة وإطلاق وابل من الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين في هذه القرية. أيضا نتحدث عن هدم لمنزل ومنشأة في قلة القرن وهي جنوب مدينة الخليل، وقامت قوات الاحتلال بهدم هذه المنزل والمنشأة. نتحدث عن الاقتحامات بالجملة لعدد من المناطق، يقظة، خلقيلية وأيضا نابلس وطول كرم ومخيم الدهيشة في بيت لحم وغيرها من المناطق، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 20 مواطنا جرى اعتقالهم منذ منتصف الليلة الماضية وفجر هذا اليوم، ليرفع عدد الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن 8535 مواطنا فلسطينيا، بينهم من الأطفال والنساء وقادة في الفصائل وكبار السن. البعض منهم قد أخرج عنهم مؤخرا في سبيل أن قوات الاحتلال قالت لهم أن الاعتقال الإداري هو يعني قد نفذ بحقهم، وكانت هناك محكوميات متعددة، منهم من كان محكوميته 6 أشهر و4 أشهر، ولكن هيئة شؤون الأسرى والمحررين لا تعطيها مصلحة سجون الاحتلال أي معلومات عن أهالينا في قطاع غزة الذين سواء من العمال أو حتى ممن جرى اعتقالهم عند معركة طوفان الأقصى. أيضا نتحدث عن العمال الفلسطينيين. طب ماذا ولاء عن الرقم الذي ذكر بأنه يزيد عن 8300؟ نعم، هذا الرقم الذي تحدث عنه قد حدثته هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وهي محدثة بشكل يومي عن الذين يتم اعتقالهم فقط من الضفة الغربية. لا هناك معلومات عن أهلنا في قطاع غزة أو حتى عن العمال الذين تم اعتقالهم من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. نتحدث أيضا عن اليوم العالمي للعمال. في هذا اليوم قد تحدث عدد من الهيئات الرسمية بأن هناك أكثر من 25 عامل قد ارتقى برصاص قوات الاحتلال، وأكثر من 5100 فلسطيني عامل قد اعتقلتهم قوات الاحتلال، منهم من الداخل المحتل ومنهم من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. باتت هذه الأرقام متصاعدة وبشكل كبير منذ 7 أكتوبر، حيث يتم اعتقال ما هو فلسطيني ويتم هدم المنازل وانفجارات بعدد من المنازل، وخاصة بحق الذين يتم تنفيذ عمليات مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث أيضا عن الحواجز التي باتت هي كبيرة جدا، حيث يصعب على وسط الضفة الغربية أن يكون هناك حياة اجتماعية أو حتى اقتصادية منذ 7 أكتوبر، حيث يكون هناك العديد من الحواجز، العديد من البوابات الحديدية التي أصبحت بعض القرى والبلدات هي مغلقة بشكل كامل من قبل قوات الاحتلال. نعم، ولا أنت أشرت إلى يعني مقاومة في 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 بعض هذه التصعيدات التي قام بها جيش الاحتلال، وجد مقاومة نتج عنها أيضا ضحايا من الفلسطينيين، هل لك أن تلقي الضوء على هذه النقطة؟ نعم، هي مقاومة من قبل المقاومين الفلسطينيين لإنحاء متفرقة من الضفة الغربية، خلالها مع الفلسطينيين عند اقتحام البلدات والقرى والمخيمات يكون هناك شبكات مسلحة ما بين مقاومين وأيضا قوات الاحتلال.
وأيضا نتحدث عن المواجهات التي تندلع بين الحين والآخر، عندما وجد المقاومين في هذه البلدات والقرى والمخيمات يتم التعامل معها من أبناء الوطن وحتى المواطنين الفلسطينيين العاديين الذين يتم ضربهم بضرب الآليات بالحجارة، وهذا أبسط ما يمكن للفلسطينيين الذين يقاومون الاحتلال الإسرائيلي يعني منذ عام 1948 ولغاية هذه اللحظات لا يملك الفلسطينيين سوى الحجارة والعبوات يعني الزجاجية الحارقة التي نتحدث عنها بين الحين والآخر. نعم، ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، شكرا لك ولاء على هذه الصورة التي أطلعتنا عليها.